حنا السؤال ديالنا قال لك اوجد بدلاله الفا جي اس جي تعبير معامل الاحتكاك طانجونت في. اذا باش نطبق قانون ثاني ونابليكو لا دوزيام لوا دو نيوتن تنعرفوا خصنا نبداو باش بالمجموعه المدروسه هي الجسم المتزلج ولا وازمه سي لو سكيور. دونك كاين عندنا لو سيستيم ايتيدي لو سكيور جرد القوى عندنا بي وزن وزن المتزلج نورمالمون خصني نكتب وزن المتزلج حنا ولفنا الجسم كنكتب وزن الجسم وزن المتزلج بوا دو سكيور اي سي ماتيريال بيان سور. كاينه اف تاثير السطح انا تندير اف تاثير السطح ولكن ضمنيا راه فيها اف ان و اف لان مجموعهما هما اخ تاثير السطح لا رياكسيون دو بلون ما تنبغيش نكتبهم بجوج تنكتب واحد وحده ولكن تنخدم لي دو. دونك نتلقيو بي كتكون عمودي على السطح هذه هي بي اغ ان كاينين قوتين دابا الجسم نازل من نقطه ا نحو نقطه بي دونك اف غتكون في مرحلة معاكس اذا اف اغ ان غنطلع هنايا و اف تمثل هذه الجهه مجموعهما هو اغ هكا كنكون مثلت القوى هنا جاتني باغ كونسيدونس جاتني بي و اغ عندهم نفس الاتجاه نورمالمون لا الاتجاه ديال اغ مختلف على الاتجاه ديال بي غير حيت الرسم رسمته انا هكا جاتني بحال هكا ما خصهاش تكون صافي دونك هاد اغ راه كان عندي غير انايا الرسم رسمته هكا وجا جا باغ هازار بحال هكا ما يخصهاش تكون مايله يعني اغ عندها اتجاه خاص بها فوالا دونك نديرو حسب القانون الثاني لنيوتن دابخي لا دوزيام لوا دو نيوتن انا نبدا عليكم حاولوا انكم تطبيق قانون ثاني نيوتن ديروا ليه بهذه الطريقه هذه ها هاد المراحل احترموا مجموع القوى يعني بي بلس ار دابا غادي ندير اغ ان بلس اف يساوي ام اجي على اساس ان اغ هي اغ ان بلس اف غنديروا اغ كتساوي اغ ان بلس اف لان المجموع ديالو ابخي غادي ندير الاسقاط على كندير الاسقاط على المحور اللي كتم فيه الحركه المحور اللي كتم فيه الحركه شكون هو هو او اكس هذا هو المحور اللي كتم عليه الحركه دونك الاسقاط على او اكس ولا كنقولوا او اي ك كمعلم اسقاط على او اكس دونك اسقاط بيغ يكون بي اكس بلس ار ان اكس بلس اف اكس يساوي ام اج اكس اللي هي اج لان الحركه كتم على محور واحد يعني احداثيتها على المحور هو المنظم ديالها ها طيب تحل بجذر اس اثنين نمشيو دابا الاسقاط اسقاط اف ان صفر لان عمودي على المحور او اكس اسقاط اف هو ناقص اف لانها مع المحور متعاكسه اسقاط بي بي غادي نحاول ندير الاسقاط دونك اسقاط بي كي غيكون دونك اسقاط هذه النقطه هو نفسها واسقاط هذه داير بحال هكا هاي بي هذه هي بي اكس كيفاش داير المنحه ديال بي اكس بالنسبه للمعلم ديالي انايا في نفس المنحه لان انتم هذا الطرف ديال المتجهه اسقاط الطرف هو هذا يعني هذا هو الطرف اذا بي اكس مع او اكس في نفس المنحه يعني بي اكس موجبه الزاويه الفا هي هذه ممكن اننا نحددوها ونبينوها كنت بينتها في واحد الفيديو سابق ديال التصحيح الاول ديال هذه السلسله اذا اشنو كتمثل الزاويه بي اكس بالنسبه للزاويه الفا فهي سينوس دونك غادي ندير سينوس الفا
يساوي بي اكس على بي، الضلع المقابل على الوتر هو بي. دونك بي اكس غتساوي بي سينوس الفا. كون كانت متعاكسة مع المنحة غادي ندير هنا ناقص بي اكس، فاهمين؟ غندير ناقص، وبالتالي ندير تعويض وتعطينا بي سينوس الفا ناقص اف يساوي ام اج. هما قال لنا معامل الاحتكاك، كي غندير نخرج هنا معامل الاحتكاك، شكون عنده علاقة بمعامل الاحتكاك الطنجونشي؟ هو اف. كنقول نعلم ان طنجونشي يساوي اف على اف ان. دونك اف شنو تساوي؟ اف كتساوي دونك اف تساوي طنجونت في مضروبه في اف في اف ان، ويتم تعويض طنجونت هنايا، يتم تعويض في هنايا، غتولي عندنا بي سينوس الفا ناقص طنجونت في في اف ان يساوي ام اج. نحولها للجهه الاخرى، نحول هذه الجهه الاخرى ونجيب هذه هنايا، تولي عندنا طنجونت في فوا اف ان، واخا قلبتها هكا حولت. دونك اش تولي عندنا؟ غتولي عندنا هي بي اللي هي ام فوا جي سينوس الفا ناقص ام اج. فوالا، خصنا دابا هاد اف ان ما قالولناش خصها تكون اف ان، دونك طنجونت في يساوي اش؟ هي ام، ما كتبانش، هاهي دونك طنجونت في هي ام جي سينوس الفا ناقص ام جي، ممكن نعملو بام على اف ان، ولكن مازال ما كملتش لان ما بغاوش، قالك بدلاله الفا جي اجي ما ذكروش لينا اف ان. كيفاش نتخلصوا من اف ان؟ باش نتخلص من هاد اف ان هادي خصني نلقى التعبير ديالها. دونك التعبير ديالها ملي غنجيب التعبير ديالها، طيب الحال ماشي اف ان اكس راه اف ان اكس يساوي صفر، يعني اسقاط اف ان على اكس يساوي صفر، وبالتالي خصني ندير الاسقاط ديال اف ان على المحور او او ايكغيك، يعني غادي نشد القانون الثاني لنيوتن وغنطبقو على المحور او ايكغيك، غنديرو ايجاد اف ان، حيت باش نلقى اف ان هادي الطريقة الوحيدة باش نلقاه، ايجاد اف ان. الاسقاط على او ايكغيك، غندير بي ايكغيك زائد اف ان ايكغيك زائد اف ايكغيك يساوي ام اجي ايكغيك، فاهمين؟ دونك هنا ندير اجي اكس، هنا اجي اكس، صافي خليوها هكا اجي اكس اجي اكس، من بعد نشوفو باش تبان لكم، لان نقولو اجي اكس واجي ايكغيك. هنا غادي ندير الاسقاط، غادي نعاود نرسم الشكل لان هذاك الشكل اللي خدمت به هنايا ما يبانش فيه الاسقاط، كان عليا نهبط الشكل شويه ولكن معليش. ها هي بي اف ان المتجهه اف او القوه اف، هادو هما اللي عندنا. او ايكغيك دابا كاين هنا، كان عليا نديرو تحت سي باغا. دونك ها هو او ايكغيك، دونك غنسقطوها، يلا نبداو بالساهلين، انا كنبدا ديما بالساهلين. اف ان اسقاط اف ان على او ايكغيك شناهو؟ هو اف ان، لان كيدير اف ان مع او ايكغيك متوازين ياك، دونك اف ان ايكغيك يساوي اف ان حيت متوازين في نفس المنحة. اف ايكغيك يعني الاسقاط ديال اف على او ايكغيك شحال؟ شوفو على او ايكغيك، شوف ديما المحور، هذا هو المحور اللي خدامين عليه، كيدير عمودية يعني صفر. اسقاط بي، ودابا اسقاط بي عندي جوج الحوايج، يا اما ندير الاسقاط بحال هكا
ها النقطة الأولى وإسقاط الثانية ها هو باش يكون عمود، يعني إسقاط في البارتي نيجاتيف ديال المحور، هاد الجهة التحتية ياك. دونك هادي هي بي إيكغيك، بي إيكغيك إلا خليت هنا كنشوف بي إيكغيك هنايا، بي إيكغيك غتكون فيه لتحت، لأن دائما نشوفو الرأس فين غادي. دونك إلا شفت بحال هكا هنا أنا بقيت، إلا قلت هاد المتجه بي إيكغيك إسقاط ديالها، دونك فين غادي يمشي؟ إزاحة ديالها سواء هنا سواء هنا بحال بحال، فاهمين؟ إلا درت لها إزاحة ديالها هنا هاهي شتيها، هادي بي إيكغيك، قلنا قبيلة الزاوية ألفا هي هادي، هي هادي لي لتحت، إذا هادي بي إيكغيك، شنو كتساوي بي إيكغيك بالنسبة للزاوية ألفا؟ فهي كوسينوس، ولكن كيفاش دايرة الإشارة ديال بي إيكغيك؟ غتكون سالبة لأنها عكس المنحة، دائما ضروري خصكم تشوفوا الإشارة، فاش كدير الإسقاط خص ضروري تحدد الإشارة ديال واش موجب ولا سالب. إذا بي إيكغيك لتحت أو إيكغيك للفوق، يعني سالبة أنا غادي ندير هنا ناقص، غادي باش يكون الإسقاط ها، وتنعاود نقول هذا الإسقاط إلا بغينا نديروه رياضيا يعني بيرمو ماتيماتيك، راه هاد المراحل غادي نديطيهم، حنا غنقصنا شحال مرحلة باش كتبت أنا هادي. دونك اش غيكون عندنا؟ غيكون عندنا بي إيكغيك أولا شنو العلاقة المثلثية؟ سي كوس ألفا، كوس ألفا شنو كيساوي؟ بي إيكغيك على بي، دونك بي إيكغيك شنو غيساوي؟ بي كوسينوس ألفا، دونك كوس ألفا هو بي إيكغيك على بي اللي هي المتجهة، إذن بي إيكغيك هي بي كوس ألفا، وبالتالي نعوضوها، تجينا ناقص بي كوس ألفا، إف إن صفر، إف إن هي إف إن، إف إيكغيك هي صفر يساوي إم أج جي إيكغيك. دابا واش الحركة كتتم على المحور أو إيكغيك؟ واش الجسم كينتقل على المحور أو إيكغيك؟ لا، ما كينتقلش على المحور أو إيكغيك، كينتقل على المحور أو إكس. إذا بالنسبة للمحور أو إيكغيك فهو في حالة سكون. إذا تنقول بما أن الحركة لا تتم على المحور أو إيكغيك فإن أج جي إيكغيك يساوي صفر، يعني يعني اش؟ يعني ان موان بي كوس الفا زائد اف ان يساوي صفر، يعني اف ان تساوي بي كوس الفا. ونعاود نكررها بان الجسم كنشوفه ما كينتقلش على وي، حيت كون بينتقل على وي كري خصو يبقى غادي هكا طالع، ها خصو كيتحرك هكا وكيتحرك هنا، يعني بحال الجسم بحال هكا غادي غادي كيدير بحال هكا، يعني كيتحرك على واي ويتحرك على او او اكس. هاد الحالة ما عندناش، عندنا الجسم كيتحرك على او واي فقط، تمام؟ بحال خديتي حنايا، حنا كنتمشاو على مستوى ياك، ولكن ما كنتمشاوش على المحور او زد، يعني اللي هو الارتفاع، استدير حنا ما تنبقاوش تنقزو ولا شي حاجة، تنبقى غادي في الارض. اذا نعوضوا اف ان هنا، دابا غتولي هنا طونجونت الفا يساوي ام، دابا نعمل بام هي جي سينوس الفا ناقص اج جي على ام جي سينوس كوس الفا. وهنا دابا علاش درت اج جي؟ بما ان اج جي ايكغيك يساوي صفر فان اج جي اكس هي اج جي، دونك طونجونت الفا يساوي جي سينوس الفا ناقص اج جي على كوس الفا، هنا جي، فوالا هو التعبير ديالها.